اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الفريق احمد الشاذلي رئيس هيئه الشؤون الماليه للقوات المسلحه واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني والمهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس اداره شركه العاصمه الاداريه الجديده المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأنه تم خلال الاجتماع عرض موقف انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتجهيزات اللازمة التي تمت في هذا الصدد حيث انتقلت بالفعل أكثر من مائة جهة حكومية منها ثلاثون وزارة والعديد من الجهات التابعة لممارسة أعمالها من العاصمة بأعداد تصل إلى أربعين ألفا من الموظفين والعاملين وفي هذا السياق تم كذلك استعراض تطورات الاعمال الجاري الانتهاء منها في مختلف مكونات العاصمه بما تشمله من مرافق وطرق ومحاور واحياء سكنيه ومناطق تجاريه واقتصاديه كما تطرق الاجتماع الى استعراض تطورات نمو ايرادات شركه العاصمه الاداريه الجديده حيث تم التجديد على انها لم ولن تحمل ميزانيه الدوله اي اعباء بل تحقق عوائد كبيره للدوله بالاضافه الى سداد الضرائب المستحقه لخزانه الدوله فضلا عن الدور الذي تقوم به في تطوير البنيه التحتيه وتجهيز الاراضي والمباني وجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي وتناول الاجتماع كذلك الدور المجتمعي للشركه خاصه في ظل المبادره التي يرعاها السيد الرئيس لتخصيص عدد من المنح الدراسيه للمتفوقين من ابناء الصعيد في الجامعات الدوليه المختلفه بالعاصمه الاداريه الجديده اتساقا مع سياسه الدوله باتاحه الفرصه لجميع الفئات للوصول الى افضل الخدمات المتوفره بها. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس وجه باستمرار الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مختلف الأعمال والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التقييم المستمر للحركة المرورية داخل العاصمة لضمان سيولتها وكفاءتها في ضوء النمو المضطرد لحركة المواطنين والنشاط الاقتصادي والتجاري بالعاصمة.